حلو، هي بقى النقطة دي. أنا النهاردة عاوز أطور الصناعة بتاعتي وأحقق مستهدفات ال 145 مليار أو أكتر، أظن فيها أكتر من عامل. جزء من العوامل بتاعتها هي القدرة التمويلية علشان يبقى في عندي المكن على سبيل المثال. جزء من العوامل التانية هي وجود بنية أساسية، وجود بنية أساسية في الثمانينات غير البنية الأساسية بتاعت سنة 2000 ل 2010، غير البنية الأساسية لازم تبقى متوفرة النهاردة عشان نخلق جاذبية استثمارية لهذه البنية. البناء التشريعي اشتغلنا عليه على سبيل المثال، بس بيفضل لي مثلا أنا بدأت أخطو خطوات جديدة، فده يبقى في عندي عمالة فائقة المهارة. لما بدأنا نعمل المدارس المتخصصة جدا اللي بتاخد الطلبة على الفرازة عشان تديله الدبلوم بتاعه، فيبقى زيه زي اللي بيتخرج من المدرسة في ألمانيا ولا في كلام من في إنجلترا ولا ما إلى ذلك. إيه تاني أنا محتاجه علشان أقدر أحرك الصناعة بتاعتي لقدام؟ معايير الجودة. يعني مش عايز بس أبقى مهتم بأن أنا بصدر لدول تبقى معايير جودتها قليلة، أنا عاوز أصدر اتحاد أوروبي، هعمل إيه؟ الحقيقة لابد من الفكر اللي بنسميه التوجه بالتصدير في أثناء تخطيط العمليات التصنيعية. قبل ما أفكر هطلع منتج، أنا بفكر أن المنتج ده أصلا طالع للعالمية من البداية، وبالتالي عشان أعمل هذا المنتج طبقا للمعايير والمواصفات الدولية يبقى نمرة واحد، هقدر لازم أكون هذا المنتج على الستاندرد الدولي في المواصفات والجودة. نمرة اتنين، لازم المنتج ده يكون له ميزة نسبية في ان سعره يبقى قادر على المنافسة، لان هما حاجتين ما يتجزوش عن بعض. انا لا يمكن اتنازل عن الجودة والمواصفة مقابل السعر. انا دايما العميل مش هيبقى ساتسفايد غير لما ياخد حاجتين، ياخد جودة وسعر كويس مقارنة بأي مصنع تاني لنفس السلعة ونفس المنتج اللي موجود على نفس الرف اللي أنا هشتري منه. الصين بدأت الأول بجودة أقل وقدامها سعر قليل، بس مشيت في الطريق بتاع ارفع معدلات الجودة عشان أقدر أبنتريت سوق الاتحاد الأوروبي. خدت قرارات مهمة جدا طبعاً. خدت قرارات النهاردة بقت هي أكبر مصنع في العالم للعربيات الكهرباء مثلا، هي دلوقتي بتصنع أحسن بطارية كهرباء في العالم، هي اللي بتصنعها، فعدت الناس اللي هي صناعتها. مظبوط، عدت الشركات الامريكيه. هو الصين تجربه فريده اصلا من نوعها، واحنا يعني مش عايزين ندخل ناخد التجربه الصينيه بس هي اللي هنشتغل عليها، لان ظروفها مختلفه. طبعا ظروفها مختلفه، اختلاف كل انه اشتغل على الريفرس انجينيرنج، ويعني ابتدى ينقل التكنولوجيا، ابتدى يعمل كوبي منها وبعدين يبتدي يطورها وبعدين يبتدي. احنا مش عايزين ناخد التجربه دي، لكن احنا عندنا تجارب في مصر. احنا اولا عندنا المواد الخام، عندنا الطاقه، عندنا الباور، لأن في معظم الدول المفروض أن 70% من الطاقة المنتجة فيها بتروح للصناعة و30% للمنزلي والتجاري. أنا عندي طاقة كتير بتروح للقطاع المنزلي. إحنا عندنا العكس. فالنهاردة خلاص إحنا مصر، الناس اللي كانت بتقول إحنا صرفنا كتير قوي في البنية الأساسية وفي الطرق وفي المنشآت وفي المواني وفي الطاقة وفي النقل، كل ده موديل الانفراستراكشر اللي انا محتاجه، كل ده هيخدم على ال 145 مليار اللي احنا عايزين نجيبهم بقى دول. نقدر نجيبهم بسرعه؟ نقدر نجيبهم بسرعه. احنا دلوقتي بقينا جاهزين. تاني دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعه كانوا النهارده بورسعيد ودمياط، مدن عملنا اربع مدن، عملنا الروبيك للجلود، وعملنا المدينه النسيجيه في بورسعيد، وعملنا مدينه الاساس في دمياط الجديده، وعملنا مدينه البلاستيك في مرغم في اسكندريه. طيب بنعمل حاجه ثانيه؟ عندنا مناطق بقى، عندنا منطقه غرب بورسعيد او شرق بورسعيد. شرق بورسعيد دي منطقه كبيره جدا، مصممه ان هي تشتغل في العربيات الكهرباء وفي النسيج وفي بعض الكيماويات وبعض الاسمده وهكذا. عندك منطقه شرق غرب الانطره، عندك منطقه السخنه، العين السخنه منطقه كبيره جدا جذبت استثمار كبير قوي من الصين، فيها منطقه كبيره. الكلام ده دلوقتي هينعكس على ان احنا يبقى عندنا فرصه ان احنا نلبي احتياجات سوق، نصدر نسب كبيره، نغطي احتياجات المستلزمات الانتاج والمواد الخام، وكمان نعرف احنا عندنا ميزه نسبيه تنافسيه في ايه. يعني انا لو انا حاسس ايه اللي ادخل في تصنيعه وايه اللي ما ادخلش. طبعا ادخل، انا عندي ميزه في النسبيه ده، مثلا عندي عماله سعرها كويس، عندي مواد خام سعرها كويس، اقدر التكنولوجي مش لازم تبقى هاي تك واقدر اشتغلها. الصين ساعات صناعات كلها مانيوال اصلا، لكن بيعملوها حلو، بيعملوها حلو. الصناعات الجلدية، الصناعات النسيجية، عندنا صناعات نقدر
الصناعات القائمة. يعني احنا عاملين حاجة اسمها الزراعة، ما بقتش زراعة، اسمها صناعة الزراعة.